صباح الخير والجمال على مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ابن حياتك. في البداية أحب أرحب بصديقتي الإعلامية آلاء حافظ. صباح الخير يا آلاء. صباح الخير يا إسلام. السادة المشاهدين والمتابعين في كل مكان، برحب بحضراتكم. بما إن الرياضة حسب المقولة الشهيرة العقل السليم في الجسم السليم، فأحب النهاردة أن يكون فقرتنا من فقرات برنامجنا النهاردة بادئة بالفقرة الرياضية. صباح الرياضة وصباح الجمال وصباح النشاط. وطبعا عشان نبدأ بالفقرة الرياضية يسعدني أن يكون معنا النهاردة في فقرة النهاردة الكابتن محمود محمد علي، رئيس قطاع نادي اتحاد النصر وعضو مجلس إدارة نادي أبوكسا بالفيوم. صباح الخير يا كابتن. وكمان معايا الكابتن محمد عوض الله مدير قطاع نادي اتحاد النصر. صباح الخير يا كابتن. صباح الفل يا كابتن. وطبعا ما ننساش ان يكون معانا اثنين من المواهب الكرويه الجميله المبتدئه، اللاعب ادهم طارق. صباح الخير يا ادهم. واللاعب مصطفى راشد. صباح الخير يا مصطفى. اتفضل يا ادهم. صباح الخير يا كابتن محمد. صباح الخير. صباح الخير يا كابتن محمد. صباح الخير. منورنا ومشرفنا. الله يخليك. كنا عاوزين نعرف من حضرتك عن نادي اتحاد النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي اتحاد النصر انشئ من فكره انا والكابتن محمد عوض الله. طبعا كابتن محمد عوض الله كان السنه اللي فاتت كان ماسك الصف، وانا كان لي تجربه برضك في منطقه الجيزه، ان كنت ماسك نادي الهلال 2003، وجربت موضوع الاستثمار ده مع كابتن جمال عبد العزيز. طبعا وكابتن محمد شجعني على اننا نخوض التجربه احنا الاثنين مع بعض. قلنا ان قعدنا مع بعضينا ودرسنا الموضوع، وقلنا نعمل نادي باسمنا احنا بشخصنا احنا، لان الفيوم فيها ظلم كتير في الناشئين. دي حاجه يعني. انا بالنسبه اللي انا عضو مجلس اداره نادي أبوكسا، طبعا اشتراك النادي على حسب امكانياته، ما فيش ناشئين يعتبر، اللي هو الناشئين اللي هو مفروض على اي نادي ان هو الناشئين اللي هي مثلا تحت الفريق الاول علشان ياخدوا منهم لعيبه. حضرتك عملت الفكره دي عشان تدعم الناشئين؟ عملت الفكره دي علشان ادعم الناشئين، وفي ناشئين كتيره بتروح اختبارات بتظلم، يعني في مدربين عينيهم ما بتجيش على اي الناشئين دي، وهم بياخدوا مجموعه معينه، مثلا مش عايز اقول وسايط ولا حاجه لا، بس في ياخدوا عينيهم ما بتجيبش الا مثلا حسب العدد اللي هم عايزينه. في ناس عندهم مواهب كتيره جدا، طبعا احنا عايزين نطلع بالمواهب دي ونلعبها دوري وندخلهم احتكاك علشان خاطر يطلعوا نجوم زي ابو تريكه والناس. يعني العدد حتى لو ما فيش موهبه، يعني انا اهم حاجه لا عدد لا عدد هم في موهبه، بس الموهبه اكتر من هم محتاجينه. هم مثلا محتاجين مثلا قوائم مثلا 25، وفي يعني 200 واحد موهوبين متقدمين، هم بياخدوا احسن حاجه في الناس دي. والناس التانية بقى دي هي لو مثلا كانت 50% او 40% احنا بناخدها بننميها ونلعبها دوري ونعمل لهم احتكاك في الدوري منطقة الجيزة. بالنسبة للفيوم، انا مش عايز اتكلم عن نفسي، انا عضو مجلس ادارة نادي أبوكسا، ماسك قطاع الناشئين في نادي أبوكسا بقالي 5 سنين، لعبت ب 97 قطاعات انا والكابتن احمد كيرو. طبعا ده كابتن معروف. طبعا 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 زي صباح الخير عليكم. صباح الفل. ولعبنا قطاعات، بس طبعا حسب امكانياتنا ما فيش امكانيات ماديه طبعا ماديه اكيد 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 مشكله، بس لا في الفيوم في اكتر لان الفيوم يعني يعتبر ميته ماديه، تاثيرها برضه بعدها عن العاصمه برضه. قلنا بقى انا والكابتن محمد عوض الله ان احنا ننمي الفكره دي وناخد نادي مثلا في الجيزه او في القاهره ونشترك ونجرب التجربه دي احنا بقى مع نفسنا. طيب ومن ربنا هنا بقى سهل. نقطه التحول ايه؟ ومن هنا نقطه التحول. ومن هنا نقطه التحول ان احنا ابتدينا اتحاد النصر. طيب يا كابتن محمد، ايه اهم المميزات اللي بيقدمها النادي للناشئين المتقدمين فيه؟ والله رقم واحد احنا بنبص الاول على المواهب. جالنا لعيبه كتيره جدا رفضناها، بيجي التخين او الطويل او اللي هو ملوش في الكوره بنقول له لا مش عاوزينك، تمام. بنبص على المواهب اللي هي اللي هتستفاد وهنفيد منها كرقم واحد. ولي الامر مثلا حاسس ان ابنه مش جاي منه، لا هقول له شكرا. رقم اتنين ان انا ابص اللاعب ده لو موهوب لا خلاص هاخده وابوه يصرف عليه فهيلاقي فيما بعد، ان انا اعرف اسوقه، اعرف اوديه نادي محترم، اعرف انمي منه واخليه لاعب كوره كويس،
هيبدا طبعا السلم مش بيطلع مره واحده، لازم ياخد خطوه خطوه. فاحنا بادئين عملنا حاجه كويسه جدا انا وكابتن محمود، معانا كذا اكاديميه في الفيوم، قلنا نشترك بيهم دوري جيزه عشان ما عندناش دوري في الفيوم، قلنا لا ناخد فريق في الجيزه ونشترك بيه. واشتركنا بيه دوري جيزه، معانا لعيبه كويسه جدا 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 لحد دلوقتي. مصطفى راشد متكلم عليه نادي، ادهم برضو متكلم عليه نادي، في لعيبه ناشئين متكلم عليها انديه كتيره، فربنا يكرمهم يا رب والله. وان شاء الله يعني عاملين حاجه كويسه جدا، وبناخد المواهب اللي هي اللي من حقها تتصرف عليها ويتلعب، يتصرف عليها من اب ومن ام، يتعب معاه يلاقي، انما ما اخدش لاعب معلش واحد يتعشم فيا الكلام ده يقول لي لعيبه وسجله الكلام ده كله بنرفضه. تمام. طيب يعني انت بتشجع الناس اللي حضرتك شايف مع الوقت هيجي منها فايده. تمام. طيب التاني بالنسبه للتخين او ايا كان الاسباب الرفض، انت ممكن ما فيش تدريبات تاهيليه او احماء بدني او كلام من ده بحيث ان انت تساعده برضه ان هو حتى لو عنده الموهبه مثلا يعني ممكن تساعده ان هو يخس او كلام من ده؟ لا دي حسب اي حد بيجي لنا كده بنقول له لا شوف اكاديميه، انزل اكاديمي، هم دول اللي هينزلوك هيخسسوك هيعلموك الف به جديد، انما احنا نادي. تمام. انا عاوز اوصل لاي حد مش اي نادي استثماري. تمام. الفرصه بقى ان حضراتكم هنا توضحوا للجمهور الفرق بين النادي والاكاديميه. تمام. تمام. الاكاديميه لو العيل او الولد جاي تخين الاكاديميه بتشتغل عليه، جاي ما عندوش كوره بيشتغل معاه الف به جديد، بيشتغل معاه ويعلمه ازاي الكوره، تمام، الاساسيات. انما النادي معلش مش هياخد حد اللي عنده الموهبه من مثلا 40% او 50%، ان انا بعد كده الماتشات الوديه قبل في فتره اعداد بشتغل معاه، ومعانا مدربين طبعا مش عايز انسى حد النهارده، كابتن جمال مرزوق مدير فني 2004، كابتن احمد مساعد معاه، كابتن ميرنا سعيد معانا في ماسكه في البراعم، انا مش عاوز انسى اي حد طبعا الوقت مش اللي هو برضو معلش انا اسف. اي لاعب بيجي من مثلا 50% بيشتغل، بنعمل فتره اعداد، الكباتن كلها شغاله بما يرضي الله معاهم، الموهبه بتبقى من 50%، بياخد ماتشات في البدايه بيبقى مش عارف يجي يتحرك ازاي في الملعب، لكن بعد كده بيتحرك وبياخد الحساسيات الماتشات، بعد كده بيجي في الماتشات الرسميه عارف هو عمل ايه وبدا ازاي. فوالله هي كده الماتشات بتاخد وتدي مع اللاعب، اللاعب هو اللي بيفرض نفسه. طبعا هو خبره وبيتعلم اكتر. الله ينور عليك. تمام كده. تمام. يعني حضرتك شايف كده ان هو لو هو مثلا عاوز يلعب كوره بس ما عندوش الموهبه بلاش يبدا بالنادي، يروح الاكاديميه الاول والاكاديميه بتاهله للنادي. الله. تمام كده. تمام. هي الاكاديميه بتبدا معه الاساسيات، تدريبات الاحماء وكده. مثلا الاكاديميه بتعرض على انديه كتير. ففي مواهب كتير بصراحه بتترفض من انديه كبيره، فهي الاستثمار الناس كلها فاهمه غلط، الاستثمار مش غلط، الاستثمار المواهب اللي هي بتظلم بتلعب وتحتك وتاخد دوري وبيطلع له كارنيه اتحاد كوره وبيلعب دوري محترم قصاد فرق كبيره، معانا فرق كبيره جدا بحجم نادي الزمالك والترسانه اف سي مصر، معانا فرق منطقه الجيزه يعني حاجه كويسه. انا دلوقتي موهبه راح مثلا الاهلي واتظلم ما اتشافش بمعنى الكلمه، انا دلوقتي ببص عليه باخد اللاعب بلعبه بقى قصاد الزمالك مع الزمالك مع الترسانه مع اف سي مصر مع الفرق دي، تهيأله الفرصه ان هو يتشاف او يظهر. بيتشاف. فبيتكلموا عليه بشكل رسمي ان انا هاخده من نادي لنادي، انما مع الاكاديميه مع الاعداد مع الاختبارات فاللاعب ما بياخدش حقه. تمام. في تعقيب من حضرتك يا كابتن محمود على نقطه الفرق ما بين الاكاديميه والنادي؟ لا لا، هو كده كابتن محمد قال كل حاجه بين الفرق الاكاديميه والنادي، بس في حاجه زياده ان النادي لازم ياخد الموهوب، لان انا مش داخل عشان خاطر مثلا اسمي 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 ان انا خدت نادي وخلاص واشارك واخسر والكلام ده، لا انا داخل منافسه. تمام. داخل منافسه ان انا اطلع اول جيزه، وبعد كده في 2006 ان شاء الله لو خدنا اول وثاني هنلعب جمهوريه، يعني بردك يعني في بردك انا شايف في القاهره وهنا وهنا يعني ممكن، و2004 و5 قطعات. تمام. يعني انا عايز اكمل برضه اكمل باللعيبه ان هم يوصلوا لاعلى مستوى لهم، ان بعد كده لما يجي مثلا يعمل اختبارات بيشاف او مثلا بيشاف من خلالنا في الماتشات اللي هي معانا في منطقه الجيزه، وربنا سهل ونسوق الناس. ربنا ييسر. طيب بالنسبه بقى معانا مواهب طبعا النهارده فما نقدرش ننساها، اتفضلي يا استاذه.
قول لي يا ادهم بقى، مين اللي شجعك كده على موهبتك؟ شجعني ماما وبابا، وانا اصلا بحب الكوره، هما وقفوا جنبي كتير كانوا مشجعانا على الكوره، باذن الله اللي جاي احسن ان شاء الله. وقت المذاكره بقى بيبقى للمذاكره بس؟ يعني وقتي مثلا التمرين ليه مثلا يومين، تمام، ومثلا ايه باقي الاسبوع ممكن اذاكر يومين كده. الموهبه بتاعتك اللي هي الكوره بتمارسها في الاجازه؟ وايام الدراسه ممكن يكون في يوم، يعني ايام الدراسه ممكن يكون في يوم مثلا جمعة. لو مش هيأثر على دراستك؟ تمام. نفسك بقى تبقى زي مين لما تكبر؟ كابتن محمد بركات. تمام ان شاء الله. انت اخترت صح. اخترت صح. طيب ما ننساش برضو الموهبه الثانيه اللي معانا، الكابتن مصطفى راشد. كابتن مصطفى، مين اللي قدمك لنادي الاتحاد المصري؟ طبعا كنت مع الكابتن محمد عبد الله في نادي الصف، وخلصنا دوري وكده، طلع نادي اتحاد النصر وخدني معاه وكده. طبعا عشان موهبتك واضح ان انت، على فكره انت واضح، انا حاسس منك ان انت هتبقى لعيب كبير، واضح على شكلك. ان شاء الله. حبيبي. طيب برضه نفس السؤال اللي اتسال للكابتن ادهم، نفسك تبقى زي مين لما تبقى؟ علي معلول. ده انت اخترت صح. اتمنى لكم ان شاء الله لما تكبروا طيب كده تحققوا فعلا اللي انتوا نفسكم فيه. طيب انتوا مركزكم ايه في الملعب بقى؟ انا بلعب باك ليفت. باك ليفت. وانت؟ طيب تمام، انتوا ماسكين الملعب اهو. والله يا كابتن عاملين جبهه بسم الله ما شاء الله، يعني لعبنا المقاولين، لعبنا نادي الترسانه، عملوا حاجات كويسه جدا، الاثنين فاهمين بعض بسم الله ما شاء الله عليهم، عاملين جبهه نار، وربنا يكرمهم يا رب واللي جاي احسن ليهم. لعيبه ملتزمه، بيجوا قبل التمرين بوقتهم، بيجوا مغيرين ومستنيين الكباتن، تيجي تتكلم مع واحد فيهم يبص لك في الارض، مش اللاعب. طبعا اهم حاجه حضرتك الرياضه بتنمي الاخلاق اولا يا كابتن محمود. الرياضه اساسا اساسها تنميه الاخلاق، ولسه بنقول اهو العقل السليم في الجسم السليم، وهي اساس الرياضه ايه؟ تربيه الاخلاق وتربيه الناشئ على الخلق السليم. بالنسبه للناشئين يا كابتن، انا اعوذ بالله من كلمتين، طبعا انا واخد الدوره الاساسيه في يوم، واخد الدوره سي مع كابتن كبير جدا جدا ومحبوب مصر كلها، كابتن ابو تريكه. انت كده احنا نتعلم من حضرتك. الله يخليك، نتعلم من حضرتك والله. وطبعا كان في الدوره دي اللي هي الرخصه سي مجموعه، يعني نجوم مصر كلهم، كابتن ابراهيم سعيد، كابتن ايمن عبد العزيز، كابتن وائل جمعه، كان طيب وائل جمعه، وكابتن احمد سمير. انا ما لعبتش بس اتدربت معاه، اتعاملت معاه، واخدين الدورات اللي هي دورات التدريب يا كابتن. تمام. يعني بالنسبه للناشئ انا بديله محاضره في البدايه، محاضره اهم حاجه ان هو لازم يحترم الولي الامر. طبعا دي اول حاجه. تاني حاجه المدرس. تالت حاجه اللي هو المدرب اللي هو اللي هو دلوقتي اللي بيقوده، ان هو يبقى لاعب كويس او له شأن في كره قدم. احنا برضه بالمناسبه ديت نحب نبارك للنادي الاهلي على فوزه امبارح 2-0. ما ننساش طبعا النادي المصري، والف الف مبروك. لا ان شاء الله، ان شاء الله البطوله الاهلي، ان شاء الله البطوله الاهلي باذن الله. اهلاوي والنهارده الزمالك نحب ندعي له بالتوفيق. ربنا يرحمه. اتمنى والله النهائي يكون مصري، اتمنى والله من قلبي ان النهائي يكون مصري، وان شاء الله النهارده نادي الزمالك هيفوز 2-0 ان شاء الله. والله يا ريت، انا عن نفسي زملكاوي، انا اتمنى بصراحه ان يكسب لنا بجد، يا ريت. ربنا يصلح الحال للناس كلها. تمام. طيب يا شباب، نفسكم تبقوا زي مين بقى من اللاعيبه العالميين او الانديه الكبيره العالميه؟ نفسي ابقى زي كريستيانو. المايك ولا في المايك؟ اطلع اطلع. ابقى زي كريستيانو. انت اخترت برضه لعيبه ايه؟ شكلك يا مصطفى منشن صح. اتفضل ادهم. نفسي يا كابتن اطلع زي ميسي طبعا. انت حتى مربي شعرك. هو اصلا ادهم شهرته ميسي كمان. باذن الله حلمي العب في نادي الاهلي. طيب ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يوفقك. اتفضل. ايه بقى الشروط اللي انتوا على اساسها بتختاروا المواهب؟ انت اتفضل. اتفضل كابتن. السؤال مجمع لحضرتك. الشروط اللي على اساسها بنختار الموهب، الموهبه اصلا كده كده جايه لنا موهبه. تمام. يعني موهبه طبعا بالنسبه لاختيار او اختيار الموهبه، اللهم صل على محمد. اختيار موهبه كده بننميها، مثلا هو ناقصه حاجه مثلا في الجبهه اللي هو شغال عليها، بنزودها له، بنديله جرعه تدريبيه على حسب الحاجات اللي هو الاساسيات مثلا يطلع امتى في الهجمه، يرجع في سقف الدفاع، يباص الكوره مثلا للديفندر، يعني بنديله خطه تشتغل بيها. تمام.
طبعا دور اولياء الامور معاكم في الموضوع ده لهم برضو دور معاكم، لازم يكونوا مثلا متابعين الاطفال او الناشئين ولا؟ تمام. بص احنا في اولياء امور كتير بتبقى فاهمه ازاي استثماري، وفي اولياء امور كتير عندهم مواهب بس مش عارفين يعني ايه استثماري. كل حاجه عند الناس الفلوس الفلوس، لكن والله في مواهب عندنا في الفيوم كبيره جدا، بس يا ريت الناس تتابع رياضه وتفهم يعني ايه استثماري، وتفهم يعني ايه الولد هيدفع النهارده بكره هيلاقي، والفلوس كده كده جايه. انا بدات النهارده مع ابنك اول خطوه في السلم، تمام، بعد كده هيطلع خطوه خطوه وانت الفلوس جايه لك جايه لك، تمام. معانا مصطفى رشد يعني جاي له مبلغ كويس من نادي محترم، ما فيش داعي بقى لذكر اسماء يا كابتن. لا عادي عادي. تمام. انا بقول لك كل ولي امر والله الاستثمار حاجه كويسه جدا، الاستثمار بيخلي ابنك ياخد الخبره فيما بعد يا كابتن. اللاعب بتسجل اتحاد كوره، اهم حاجه تسويق اللاعب جيدا. تمام يا كابتن. اللاعب كده كده بيتسوق، بيتسوق بشكل رسمي. تمام يا كابتن. علاقاتنا انا وكابتن محمود مع الانديه الحمد لله، يعني انا بتكلم النادي دلوقتي لاعب اتسجل ما حصلش نصيب وراح نادي، فيما بعد يا كابتن ممكن يبقى مدرب كبير زي ما اي مدرب دلوقتي لعب لنادي وبقى مدرب كبير، تمام، بياخد الدورة الاساسيه زي كابتن محمود واخدها، بيبقى حكم يعني فيما بعد، بيبقى حاجه مش ان انا اخد الكارنيه ولا اسجل اتحاد كوره فخلاص هقعد في البيت، لا يا كابتن. انت لسه قايل الواحد السلم ما بيطلعش مره واحده، خطوه خطوه. تمام تمام. مفيش ما تسجلش المره دي، ممكن يسجل موسم تاني. بالنسبه يا كابتن برضك لولي الامر هو اللي بيساعدنا ان احنا نقدر ننمي الموهبه دي، لان لما ولي الامر هو حابب ان ابنه يبقى في المجال ده مش هنلاقي الموهبه دي. انا لازم اشجع ابني ان هو ما شجعتوش خلاص يقول له مثلا، يقول له روح مثلا، روح بقى اشتغل ولا اعمل حاجه كده، انما انا اهم حاجه ولي الامر عندي ان هو يبقى فاهم ابنه رايح فين وجاي منين. الاساس جاي فعلا من البيت، من البيت. اكلم حضرتك على لاعب لنادي المقاولين العرب، بدا لمركز شباب زينهم، تمام. اللاعب ده موهوب وهو عنده 4 سنين او اقل يا كابتن، يعني شوف ده حاجه كويسه جدا. لاعب مركز شباب زينهم، وسمع ان في اختبارات لنادي المقاولين، راح لعب للمقاولين 4 أو 5 سنين يا كابتن. اي كابتن كان يجي يلعبه اساسي، تمام. فجاه يا كابتن بدون ذكر اسماء برضه مشاه، قال له انت جسمك قليل ومش الواد موهوب جدا، قال له انت جسمك قليل مش هتنفع معايا، او مشاه بشكل مش كويس. اللاعب لف برضه لاعب لنادي القومي، لاعب موهوب جدا يا كابتن، والله انا مش بتكلم عليه الا ان ده لاعب كبير جدا. تمام. طب هو ده فعلا عيب لازم يروح برضه اكاديميه ولا ايه؟ لو هو جسمه قليل زي ما الكابتن قال له. لا، الكوره والله موهبه كبيره جدا، ما فيش حاجه اسمها جسم. احنا دلوقتي يعني معلش برضك من نجوم العالم ميسي. ميسي جسمه قليل. ميسي جسمه قليل. من نجوم برضك مصر وليد صلاح الدين. انا بتكلم على عشان خاطر الاهلاوي طبعا. تمام يا كابتن. وليد سليمان يعني ما فيش جسم، ما فيش حاجه اسمها جسم والله في الكوره. انت بتعتمد على الموهبه. تمام. لفت الايام يا كابتن لاعب لنادي القومي في منتخب عمله 2006 منتخب، تمام. لاعب منتخب القاهره، تمام. لفت الايام هو الكابتن اللي راح منتخب مصر اللي كان ماسكه في المقاولين، مشاه من المقاولين، واول ما شافه في مصر قال له لا يا حبيبي شكرا. يعني انا عاوز افهمه يا كابتن، اللاعب موهوب واللاعب كبير ولعب لنادي المقاولين ولعب ماتشات رسميه بشكل رسمي، فيعني انا عاوزك بس تشتغل بضمير، بلاش وسايط في مصر والله، هي دي اللي منزلانا تحت، هي دي اللي منزلانا تحت. يا ريت اي مدرب يشتغل بضمير ويطلع اي مواهب من مصر. يعني دلوقتي انت كمدرب طلعت لاعب كوره هيشكرك فيما بعد، انما معلش واحد ابوه ظابط، ابوه معلش رتبه عاليه تيجي تلعبه لي، لا. انا بتكلم في النقطه دي وبوضحها لكل الناس، يا ريت اي مدرب يشتغل بضمير، لان في لعيبه كتير والله موهوبه مظلومة. والله العظيم انا من خلال تصويرنا برضه في الصعيد في شباب هناك كتير موهوبين جدا، بس نظرا لبعدهم عن العاصمه برضه العمليه مأثره معاهم جدا برضه على فكره. يعني بجد من خلال تصويرنا اليومين اللي فاتوا في الصعيد في مواهب بجد جميله جدا برضه شفتها هناك بنفسي. احنا كابتن خلي بالك احنا بنجيب دلوقتي، احنا معانا في فريقنا في قوام جايبين 7 من هنا واثنين من سوهاج واثنين من اسيوط. طبعا ده كده يرجع هو المنصوره. يرجع طبعا يرجع لوجود الكابتن يرجع لوجود الكابتن شعبان الليناوي، هو طبعا مدير التسويق ومدير الكوره ويعتبر كله هو كله النادي. يعني احنا بنشكر كابتن شعبان الليناوي على الهواء مباشر، وبوجه له كل الشكر وكل التحيه لكابتن شعبان.
وطبعا ما اقدرش انسى كابتن جمال، لعبنا مع بعض درجه رابعه في نادي ابوكسا، لعبنا جي 5 6 سنين مع بعض، بس طبعا ربنا ما اردش ان احنا نصعد الا بعد احنا ما سيبنا بقى طبعا. لو حضرتك عايز تدينا فكره عن نادي ابوكسا اتفضل نعرف حاله، مش مشكله. نادي ابوكسا طبعا فضلنا نلعب قسم رابع حوالي 18 سنه. تمام. 18 سنه بدون امكانيات. 18 بدون امكانيات. بدون امكانيات 18 سنه احنا كنا ممكن ندفع المواصلات اللي احنا رايحين اللعيبه كانوا الماتش. ال 11 اللي كانوا قدامهم نجيب تيشيرت واحد على قد ال 11 ما فيش امكانيات. الامكانيات بتاثر طبعا في لحد يعني الثلاث سنين الاخر دول. طبعا نرجع ونشكر شكر جامد جدا 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 للدكتور سليمان الصنيع، طبعا ده كان مستثمر من السعوديه جه وتولى الفريق، وهو له الفضل الكبير جدا ان بوكسا اتنقلت من درجه رابعه للقسم ثالث، وعمل معانا طفره جامده جدا جدا جدا. ومش عايز انسى طبعا كابتن وليد هويده، طبعا نادي مصر المقصه اللي مؤسس النادي وقف برضك معانا وساعدنا ماديا ومعنويا وكل حاجه. مش عايز انسى طبعا الاستاذ عبد القادر الجرحي، طبعا ساهم برضك طبعا من خلال برنامجنا هنا، من خلال برنامج ابن حياتك بنوجه الشكر لجميع الكباتن اللي تم ذكر اسمائهم على الهواء، وجميع الكباتن اللي يعني ما سعناش الوقت ان هم يتم ذكرهم على الهواء. طيب كابتن محمود، انت بقى عايز فكره سريعه من حضراتكم عن ايه راي حضراتكم في تنميه مستقبل الكره في مصر؟ ايه اللي مطلوب هنا في الكره في مصر عشان نبقى مستقبلها؟ نسمع عنها زي الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، زي كده. في حاجتين يا كابتن، يا ريت اتحاد الكوره يلتزم بقراراته، يا ريت يسهلوا للناشئين او يدققوا على 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 مثلا ان هم يعملوا دوري ناشئين في الفيوم وبني سويف، احنا الدوري هنا شغال كويس، الجيزه والقاهره تمام. يا ريت الدوريات ويهتموا بالناشئين، لان الناشئ انت من لو انت بنيت عماره لازم تعمل اساس. طبعا ده الناشئين اساس مصر. طبعا الناشئين اساس مصر. لان انا دلوقتي لازم اعمل قوام. القوام ده بيجيبه منين؟ من الناشئين من الاطفال. بدل مثلا ما اروح اشتري اللاعب مثلا بكام مليون والكلام ده، الناشئ ده انا بعمله ليه؟ صح، عشان خاطر يوفر لي الكلام ده وهدير فرصته احسن. وبعدين انا عندي مواهب كتير موجوده في مصر، مواهب كتير جدا، لان الاطفال هي مواهب كتيره جدا جدا شيوعا في مصر، والاطفال كلهم بيحبوها اصلا. الانديه الاستثماريه بتحاول تجيب الناس اللي هي مدفونه دي، يعتبر دول مدفونين في الصعيد وفي الفيوم وفي بني سويف في الكلام ده كله، بس بيبقى صعب علينا شويه لان احنا نقدر نقنع ولي الامر، لان ولي الامر لما اقول له مثلا ادفع مثلا 1000 جنيه ولا الكلام ده ولا كده، طب احنا حالتنا تعبانه ولا يلا يا ابني روح اشتغل احسن، هات لك 1000 جنيه انت بدل ما ندفع 1000 جنيه. صح. بيبقى الماديات صعبه جدا طبعًا، والناس طبعًا. بعد كورونا طبعا الدنيا اكيد انت سيادتك عارف كورونا طبعا وقف يعني، ربنا يصلح حاله ويبعده عنا يا رب. كابتن محمد، عند حضرتك علي اتفضل. والله كابتن محمود اتكلم في كل حاجه تمام، بس انا بتكلم برضو في النقطه ديت. لو بصيت لمحافظات مصر كلها عاملين دوري محترم، ابص لدوري القاهره عاملين الف وب وجيم، واحتمال يبقى في ده السنه دي في الجيزه وفي القاهره. بتروح بتلقى حاجه كويسه، اولياء الامور بيجوا مع اللعيبه، بتبقى حاجه جوه اللاعب كده شعور ان انا بابا وماما واقفين معايا بشكل رسمي، بيبص في الماتش الاهلي طبعا تمام، بيقعد كده يلعب الماتش حاسس ان هو فرحان جدا، واهله قاعدين في المدرجات، بتبقى حاجه كويسه جدا. فاتمنى من محافظه الفيوم يعملوا نفس الطريقه، تبقى حاجه كويسه جدا. عشان لو بصيت في الدوري الممتاز يا كابتن، في انديه الدوري الممتاز كلها هتلاقي فيها لعيبه من الفيوم، ولعيبه كبيره جدا، من الاهلي للانبي للزمالك لكل انديه مصر يا كابتن، في لعيبه من الفيوم، والفيوم فيها لعيبه كبيره جدا. تمام يا كابتن. المرحوم محمد عبد الوهاب، مش عاوز انسى حد، كابتن سيد عبد الحفيظ كان نجم الله يرحمه. الله يرحمه. احنا انا مبسوط جدا وسعيد جدا بجد ان معايا كباتن زي حضراتكم. ربنا يخليك يا كابتن. اتفضل. طيب ايه الماديات اللي ناقصه حضراتكم في النادي مثلا؟ من حيث ان يعني ايه الامكانيات اللي ناقصاكم، او مفيش اي مساهمات مثلا من رجال اعمال؟ والله احنا يعني مشينا برضه كانوا كابتن محمد، طبعا ده وقت انتخابات والكلام ده، ناس كثيره وعدتنا ان هي تقف معانا وكده يعني. ان شاء الله يوفقوا بعض. معانا اتصال الاستاذ يعني محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
محمد الصلاه مع حضرتك يا معلم. ازيك يا استاذ محمد؟ يا مع الباشا، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا استاذ محمد، اتفضل. الله يكرمك. انا بشكر البرنامج المحترم اللي بيساعد الناس اللي هم يعني مش صغيرين. شكرا يا فندم. بشكر الكابتن محمود الراجل المحترم، الله يخليك، اللي بيهتم بالاشبال والاطفال وبيشجع على موضوع كره القدم، الله يخليك، خاصه في الفيوم وبني سويف والاماكن الصعيده. تمام. وحضرتك في نماذج جامده يعني بتطلع برضه من الارياف ومن طبعا يا فندم، طبعا طبعا المواهب موجوده في كل انحاء مصر. لو سمحت وطي التلفزيون شويه لو سمحت. والله انا التلفزيون نهائي، والله بره البيت نهائي يعني. طيب تمام، يبقى الشبكه بقى. معلش، لكن انتوا ناس محترمين وكفايه انكم انتوا اهتميتوا ببرنامج زي كده يعني. شكرا يا فندم، احنا في برنامجنا بنهتم بكل المشاكل وكل المواهب يا فندم. شكرا يا فندم، شكرا يا استاذ محمد. تمام يا كابتن محمود، اتفضل. بالنسبه ل احنا كنا بنتكلم في عن المشاكل الماديه اللي بتقابلكم في النادي. الماديات طبعا الماديات صعبه جدا، ان انا اقول للاعب مثلا يعني هات مثلا مصاريفك، هات بجانب دراسته برضه، او بجانب دراسته وبجانب الدروس بتاعته، بجانب مواصلاته اللي هو بيجيها يعني، برضه ده كده بضغط على الاهالي. طبعا طبعا. احنا رحنا الاثنين ثلاثه طبعا نازلين الانتخابات، ووعدونا ان شاء الله لو نجحوا هيقفوا معانا ان شاء الله، ان شاء الله وربنا يصلح ربنا ييسر يا فندم. يا رب نجح. سعيد جدا بوجود حضراتكم معانا النهارده وبشكركم جدا. معلش بقى الحلقه الفقره كانت كويسه جدا بس نظرا لضيق الوقت. احنا بنشكرك يا كابتن محمود وبنشكرك يا كابتن محمد، وبشكر اللعيبه اللي كابتن احنا كنا معاك يا كابتن ادهم والكابتن مصطفى، ونتمنى نشوفكم باذن الله في الانديه الكبيره، ونتمنى نسمع نادي اتحاد النصر اكبر واكبر باذن الله. نشكركم يا فندم، ونقول لكم هنخرج فاصل وانتظرونا في الفقره الثانيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا في اطار فقرتنا الرياضيه، وما زال معانا الكباتن اللي مشرفنا النهارده الكابتن محمود والكابتن محمد والكباتن اللاعيبه الشباب ادهم ومصطفى. كابتن محمود، احنا عايزين نعرف ايه الدعم المطلوب لكم بحيث ان انتم تبداوا تبنوا نادي اتحاد النصر اكبر من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعم طبعا احنا عن نفسنا كده، احنا فعلا يعني صعب جدا ان انت تشتغل من غير مستثمر، دي صعبة جدا جدا جدا. احنا بنواجه صعوبات كبيرة جدا جدا. احنا بنيجي من الفيوم بنتمرن في نادي الهرم. نادي الهرم ده يعني الساعتين بناخدهم ب 500 جنيه ايجار، تيشيرتات للعيبة وترنجات وادوات والكلام ده، كل ده بيكلفنا كتير جدا جدا. وكمان لما نعمل ماتشات ودية بيكلف اكتر. يعني يا ريت لو نلاقي مستثمر يقدر يقف مع النادي ويعني يساعدنا شويه. تمام. طيب بالنسبه للشباب الصغيرين زمايلنا وحبايبنا ولادنا، تمام، انتوا شايفين ايه؟ شايفين ممكن ان انتوا تغيروا من مراكزكم في الملعب، ولا انتوا حابين المراكز اللي انتوا فيها؟ السؤال بالنسبه لكم انتوا. اتفضل. لا كابتن، هو كل واحد بيبقى حابب مركزه. تمام. بس ممكن مثلا يجي ماتش ظروف مثلا واحد من نص ملعب مصاب مثلا. تمام. والكابتن قال له واحد لازم تلعب هنا، فمش لازم تأدي. بس بتأدي عادي وكويس وتمام شغال. اه بتأدي. تمام. مصطفى؟ عادي يا كابتن. جاهز للعب في اي مركز تاني؟ عادي. تمام. واحنا برضه معانا لعيبه محترمه وكابتن محترمه. عجبنا قوي ما شاء الله الثقه اللي انتوا واخدينها في نفسكم دي. لا طبعا، لعيبه صغيرين بس سن كبير. عمل معايا الموسم اللي فات في نادي الصف، كنت ماسك في نادي الصف 2006 مصطفى 2007. تمام. باك شمال عالي جدا، عالي جدا. فكل اللي بقول له عليه كان بيعمله. جاء اضافه السنه دي ادهم، لقيت موهوب عنده كوره طموحه عالي، فقلت له خلاص تمام. فحطيت الاثنين مع بعض. زي ما تقول يا كابتن، قبل ما الكابتن رمضان صبحي يمشي من النادي الاهلي كان علي معلول ورمضان صبحي، بسم الله ما شاء الله يعني عاملين جبهه نار. ادهم شهريف بميسي ومصطفى راشد عاملين جبهه نار والله، بسم الله ما شاء الله عليهم. اي حد ولا اي نادي بنيجي نعمل معاه ماتش يعني بيشوفوا الاثنين مع بعض حاجه كويسه جدا. تمام. مصطفى فاولات من بره ال 18 بسم الله ما شاء الله بيأديها كويس.
ادهم بيعمل اللي نقول عليه الخططي، اي كلام بنقوله بينفذه في الملعب. في لعيبه كبيره جدا معانا بس محتاجه تدعيم، زي ما قلنا والله محتاجين تدعيم بس. واقول لك على حاجه كابتن، معانا ناس والله ان شاء الله لو في تدعيم وفي عين بتبص على الناس دي ده يلعبوا منتخب مصر فيما بعد. ربنا ييسر، واحنا نفسنا طبعا ان بعد كده يبقى في اهتمام باللعيبه الصغيرين دولت، لان بدل ما النادي يروح يدفع فلوس في لعيب ويرجع بعد كده اعاره ويشتري وملايين بتتكلف اللعيبه دي، لازم الاساس في اي حاجه في الدنيا لازم الاساس. طبعا مفيش اساس مفيش مبنى، اكيد يا كابتن محمود مفيش كوره مفيش حاجه، لازم الاساس. الاساس بيبدا من اتحاد الكوره نفسه. صح. اساس لو اتحاد الكوره مؤسس زي ما هو مؤسس فعلا كده، لازم يمشي بوقفه يمشي صح. زي النادي الاهلي كده مثلا ماشي على مبدا معين، لازم كل مثلا كل اي حد يمشي على مبدا ما يغيرش مبداه لو اي ضغوطات. تمام. لو ضغط عليه باي ضغوطات. انا طبعا كابتن بشكر معانا مدربين عاليه جدا، مش عايز انسى حد، كابتن جمال مرزوق قلت انا قلت بردك عليه تاني، والكابتن احمد فيرو معانا مدرب حراس مرمى، كان معانا كابتن عبد الرحمن بردك قضى معانا فتره كويسه، وان شاء الله بندور على مدرب حراس مرمى يعني زي الكابتن عبد الرحمن. طبعا اهم حاجه سمعه النادي وانه يضيف للنادي، مش اي مدرب خلاص. يعني معانا لاعبين، يا ريت يعني مش عارف انت سيادتك تقبل ان الكاميرا مثلا تروح تصور مثلا تمرين؟ والله يا فندم نصورهم، مفيش مانع نخرج نصورهم، يزيدنا شرف باذن الله، نحدد ميعاد ونيجي نصور حضراتكم في الملعب، يزيدنا شرف ابو كباتن. والله تمام يا فندم. عندنا لاعب طبعا مش عايز انساه، يعني لاعب او اثنين، حارس مرمى يعني اقول لك مش عايز اقول الحضري او الشناوي او مش عايز اقول يعني ان هو كويس جدا جدا، بس بدون امكانيات ما يسمعش. طبعا طبعا طبعا، هي اهم حاجه الامكانيات. هو اللاعب اسمه جيلي، ده اسم الشهرة طبعا، ده اسم الشهرة، اسمه محمد رشوان، محمد رشوان الشهير بجيلي، مواليد 2004، حاجة كويسة جدا كابتن. كابتن أي فريق أي فريق بيجي يلعب معانا بيبص عليه، بسم الله ما شاء الله، الحارس ده مواليد كام؟ الموسم اللي فات جاء لعب معايا ماتش، كان الفرقة اللي قصادي كانت ناسي كارنيهات، فالماتش اتقلب، يعني إيه، خدت أنا الماتش انسحاب، نسوا الكارنيهات، الإداري ما جاش أو اتأخر، نسوا الكارنيهات، فهو كان رايح مية إضافة يسخن حراس المرمى، كان في عذر عند المدرب، فقلت له لو معاك اللبس انزل انزل، يمكن ربنا يكرمك. تمام. لبس اللبس يا كابتن ونزل، أدى عمل ماتش كويس جدا. يعني ان شاء الله المواهب اللي زي دي ليه مش بتروح يعني أندية كبيرة؟ أنا بقول لك يعني الأعداد في الأندية، هو راح الشرطة قبل في الاختبارات كلها بس ما حصلش نصيب. تمام. راح المقصة برضو نفس الطريقة. راح الأهلي يعني ثلاث اختبارات ما حصلش نصيب. حاجات محتاج يشتغل عليها أكتر؟ من خلال بقى الماتشات ديت ومن خلال خبرة الدوري، لا بعد كده هو اللي هيفرض نفسه على أي نادي، أنت فاهماني؟ طبعا. أيوه إن شاء الله. تمام، هو حارس موهوب. على فكره كورة الخوض برضه في الاختبارات ديت، ان هو حتى لو بيترفض بيكتسب خبره، وعلى الاقل بيعرف ايه اللي ناقص عنده. تمام. يبدا ان هو يشتغل عليه، او النادي يبدا ان هو يشتغل عليه. تمام. يعني كورة برضه تقديمه في الدوري اللي احنا بنلعبه ده، بقى هو ده اللي بيديله الخبره وبيديله ان هو ينافس، وان هو طبعاً. ان هو يقدر يعوض الحاجات اللي ناقصاه في الاختبارات، اللي هو مثلا اترفض مثلا عشانها او الكلام ده. طبعا بيقول لمدرب حراس مرمى انا مثلا ناقصني كذا كذا، او مدرب حراس مرمى هو كده بيقول، بيعرف ان هو قال ناقصه. طبعا هو ده يعتبر كتدريب عمل للفرقه كلها، سواء حارس المرمى او لباقي اللعيبه، يعتبر تدريب عمل ليهم. طب انا عايز اقول للعيبه بتاعتنا كلها، اسماء اللعيبه كلها طبعا، انا بقول للناس اللي هي كويسه جدا يعني معانا، واولا فرقتنا كويسه جدا، كل الفرقه كويسه. هو طبعا فوزنا على نادي المقاولين 2004 لعبنا المقاولين مرتين ماتش ودي يعني. تمام. من حوالي 40 يوم قلنا المقاولين دي واخدين اسمه برضو في الجيزه، المقاولين بي يعني في الف وفي ب يا كابتن. تمام. جالنا المقاولين ديت غلبناهم 5-4، الفريق 2004 اتفاز عليهم 5-4 يا كابتن. طلبوا ماتش تاني يا كابتن، ان هم مثلا يجيبوا اللعيبه الاساسيه ويجي يغلبوا. جابوا اللعيبه الاساسيه يا كابتن، جابوا لعيبه من الف، خمس لعيبه من الف عشان يدوا اضافه. غلبوا 2-0. بشكر برضو الكابتن جمال مرزوق تعب معاهم، والكابتن احمد تعب معاهم، الكابتن احمد كيرو.
كابتن ميرنا تعبت مع البراعم، ادوا برده ماتشات كويسه جدا. طبعا هي الكوره غلب ومغلوب، هو مش بقى للبراعم كده. ازاي طبعا اي حد لما بيجي يبدا في اي حاجه جديده بقى عنده رهبه، بقى عنده خوف، ازاي يعني بتخليهم يعدوا الرهبه والخوف ويوصلوا للليفل اللي هم عاوزينه او الليفل اللي حضراتكم عاوزينه؟ البراعم لها اسلوب معين، ان انا مثلا ما ازعقش مع اللاعب، اخده كده لوحدي كده اتكلم معاه، عنده اخطاء اصلحها له، اتكلم معاه باسلوب كويس. انما في لاعب مستفز شويه بس ده بيشوف بيبص لاكبر منه، لكن هي التعامل مع الطفل اللي هو زي كده. احنا معانا لعيبه جامده جدا، في لاعب اسمه يوسف احمد، اللاعب ده شرط اول ما مضى قال لي لا يا كابتن انا مش عاوز اخد الا رقم 7 في الاكاديميه، كان رقم 7. اول ما مضى قال لي برضه يا كابتن انا عاوز رقم 7 وتشرط، قلت له حاضر اللي انت عاوزه، لان لاعب موهوب وان شاء الله ربنا يكرمه وهشوفه في احسن انديه ان شاء الله. وايه الحكمه في انه يمسك في رقم 7؟ هو حابب الرقم ده. استراح الرقم بتاعه. في يعني دي برضك لازم في عامل نفسي لازم للاعب، وده كده العوامل النفسيه، وفي عوامل بدنيه وعوامل مهاريه، كل الكلام ده الدرسين يعني طبعا حضرتك شغالين برضو على اللعيبه باستمرار تدريبات، طبعا اللياقه البدنيه والاحماء ده اساسي، ده تدريبات اساسيه. التدريبات النفسيه دي كده طبعا انا وكابتن محمد اللي بنقوم بيها، لان احنا طبعا بننزلش الملعب الا يعني بنحاول ندير من بره، بس يعني بنشوف المدربين ناقصهم ايه وبنكملهم. وفي جانب اداري طبعا، انا بقوم بيه لحد ما اشوف اداري ان شاء الله كويس. ربنا يسهل. هي الامكانيات بس يا كابتن، والله لو احنا امكانياتنا وطموحنا عالي جدا، احنا عايزين والله كل فرق يبقى معاها 3 4 مدربين بس غصب، والله احنا كان نفسنا نزود يومين تاني في الاسبوع، نريح الاولاد ونريح اولياء الامور، لان احنا راجعين من ايام صعبه طبعا. فربنا يكون في عون اي ولي امر معانا او في اي نادي استثماري، لان الولد في مدرسه، مصاريف مدرسه ومصاريف نادي طبعا. ورايح جاي من مثلا الفيوم للجيزه، الناس اللي جايه من سوهاج واخدين شقه، يعني ولو في دعم من النادي وفي دعم عشان توصل طبعا. الموهبه هي الموهبه اللي بتفرض نفسها على الطفل. ولي الامر برضك مضغوط، واحنا نفس الكلام مضغوطين، لان انا دلوقتي انا لازم اوفر للاعب ده ملعب بيتمرن عليه طبعا، لازم اوفر له ادوات، لازم اوفر له مدرب، المدرب طبعا بياخد راتب، لازم اوفر له جميع السبل ان هو يلعب الدوري وهو مطمئن، لازم اوفر له اطلع له الكارنيه بتاعه، لازم اسلمه لبسه، طبعا ده كده اول ما بيمضي بيستلم لبسه طقمين وترنج وشنطه ادوات التدريب بتاعته. يعني في امكانياتنا احنا مش مساعده الكلام ده كله، يعني لو تحسب ان انا مثلا بقول للاعب مثلا هات 1000 ولا هات الكلام ده، ما بيغطيش اللي بيصرف عليه. الناس فاكره او اولياء الامور ان احنا بناخد الفلوس ونحطها في جيبنا، لا، الفلوس دي بتصرف، ما هو لو مش فاهم بيغلبنا. ايوه عشان كده اللاعب نفسه لما مثلا يقول له هات مثلا فلوس للنادي الكلام ده، اللاعب ممكن يروح يقول لوالده، بس برضه حضرتك لازم توعي ولي الامر ان هو احسن استثمار في اولاده، لان ده بعدين هيكون افضل ليهم. في اولياء امور تفهم الكلام ده جيد وتفهم 10 على 10 وبيبقى معانا زي الفل. تمام. في اولياء امور بقى تحس ان هم، معلش مش عايز اغلط، تحس ان هم يعني على حسب امكانياته وحضرتك لسه قايل في التزامات مدرسيه. هم لو حسبوها بالطريقه اللي هي، لو حسب انا مثلا مودي ابني اختبارات النادي الاهلي النهارده، انا مثلا من محافظه غير المحافظه، غير القاهره وغير الجيزه، تمام. انا دلوقتي الاهلي، انا اسم الاهلي لازم يبقى عندي عدد كبير جدا، انا عشان اروح مصر انا وولي امري او انا واخويا او انا وصاحبي هصرف لي اقل حاجه من 100 ل 200 جنيه كاكل ومواصلاتي الكلام ده. استماره بتخش باستماره في الاول غاليه، تمام. هروح 10 مرات، ال 10 مرات هيصرف لي فيهم 2000 جنيه، تمام. هو انحسبها نادي الاستثمار، يعني هيدفع مثلا 2000 التلاتة اللي هو بتاع لبسك وبتلعب اتحاد وبيطلع لك كارنيه، ده كله لو حسب الدماغ بس ربنا عرفناه بالعقل. تمام. هو يفكر في حاجه زي كده، خلاص انا دلوقتي بدفع مبلغ، بروح واخد اللبس بتاعي، بتسجل اتحاد، ومنه ان انا ضامن نفسي ان انا هلعب خلاص في نادي. انما معلش شعبنا كمصر بيحب ايه، يعني تحب، مش عارف اجيبها ازاي يا كابتن، يعني بيحب المكسب الاول. لا بيبص على الحاجه الصعبه، انما السهله لا اروح الاول اختبار النادي الاهلي. طب ما هو الاهلي هيختارك من نادي،
من الاهلي مش هياخد لاعب الانديه دي ما بتاخد من الانديه اي نادي مش هياخد مش هيبص اللاعب اكاديمي ولا لاعب معلش طبعاً. جاي من البيت على كده انما دلوقتي لو انت متسجل وطالع لك كارنيه زيك زي اي لاعب في الاهلي بتلعب الاهلي دلوقتي انت عملت حاجه كويسه وعندهم مثلا لاعب ناقص في مثلا حته الديفندر حته الباك رايت الكلام ده كله هيختاروا من انديه والله ما يجيب حد من الشارع ولا طبعا ده كله كابتن الانديه دي بتحافظ على اسمها اصلا في الاول فبيضطر ان هو يختار لعيبه لعبت قبل كده او لها او موجود على الاقل لها وجود وفي اخر الكابتن الاختبارات كده كده بيروح مره واثنين وثلاثه واربعه وفي اخر اختبار بيمشوه طبعا يعني كده كده هم يعني شكرا في الفتره دي هم خلاص اختاروا اللي هم عايزينه اي انديه في مصر وفي الاخر بيمشيك ما كده خلاص انت كده بس هو بيجيبك مره واثنين بتحتك برضه زي ما انت سيادتك قلت في البدايه ان هو اللاعب برضك بيحتاج بيعرف ايه في الثلاث اربع مرات اللي هو بيروح مثلا الاختبارات دي بيعرف مثلا النواقص بتاعته ايه هو بقى بيجيني المدرب لازم يشوفه مره واثنين وثلاثه اللي عندنا بيشوف النواقص اللي عنده ويشتغل عليها وانا عامل للمدربين برنامج كويس جدا طبعا كنا واخدينه في الرخصة سي وشغالين علمي الحمد لله يعني طيب يا شباب حابين تقولوا ايه للكباتن بتوعكم او ايه اللي انتوا حابين تقولوه لزمايلكم وانتوا في البرنامج هنا؟ بحب اشكر كابتن محمد عبد الله كابتن محمود شيكو وقفوا معايا طب ما قلتلناش انت على الحته ده كابتن محمود ماشي خلاص تمام وقفوا معايا وهم اللي ساعدوني ويعني تعبوا معايا قوي اكتر عشان توصل طبعا وباذن الله كنت داخل النادي كده خايف مثلا ولا كنت داخل داخل اختبارات بقى وكده فكابتن محمد اكتشفني تمام ويعني اداني الثقه اكتر تقول ايه لزمايلك بقى في النادي احب اشكرهم وان شاء الله هنعمل حاجه السنه دي في الدوري كابتن ان شاء الله كابتن جيلي اهم حاجه بالتوفيق يا كابتن جيلي ده الحارس الكبير بالتوفيق طبعا ده اللي شايل مؤمن عرفه برضه مش عايزين ننسى حارس كبير جدا كان معانا انا ومصطفى في نادي الصف حارس متميز جدا هو قصير شويه بس بسم الله ما شاء الله عنده كوره خبره بيعرف يتكلم بيعرف يحرك المدافعين من قدامه بص يا كابتن تحس ان هو بسم الله ما شاء الله لاعب كبير بيحرك اللعيبه ازاي انزل امتى واتحرك امتى اطلع امتى الكوره بياخدها كده بسم الله ما شاء الله صوته عالي في الملعب تحس ان هو شخصيه كبيره جدا يا كابتن تمام نسمع الكابتن مصطفى اقول يا كابتن مصطفى يلا هما طبعا كباتن محترم ومقدمين معانا ولاعيبه محترمه يعني وكويسين والكباتن يعني مقدمين وبيعملوا كل حاجه يعني معانا ونفسكم كده في النادي بتاعكم يبقى ايه؟ نفسكم النادي بتاعكم يوصل للدرجه الاولى كده درجه اولى ان شاء الله وكده ربنا يوفقكم كده ونسمع عنكم في المستقبل لاعيبه كبيره زي اللاعيبه العالميين كريستيانو رونالدو وميسي ومحمد صلاح هو يعتبر بقى رمز مصر تمام؟ هو اللي يعتبر ممثل مصر عالميا يعني والله انا بجد سعيد بكم جدا يا كباتن وكانت فقره رياضيه معانا النهارده واستفدنا من حضراتكم كتير نتمنى من كل الاباء والامهات ان هم يدعموا اولادهم وان فعلا احسن استثمار بيكون استثمار في الابناء ونتمنى من كل البراعم ان هم يفضلوا يعافروا لحد ما يوصلوا اللي هم عاوزينه انا بتمنى من كل رجال الاعمال وبوجه رساله من خلال برنامجي لكل رجال الاعمال وكل المهتمين بالرياضه لمصر وكل المهتمين ولوزاره الشباب والرياضه بانها توجه نظرها وليكن بنسبه 50 60% للانديه الناشئه والاكاديميات الناشئه لان دي بتخرج مواهب جميله جدا وبتخرج ناشئين جمال جدا يعني ده اقل سبيل او اقل موقف شفناه مع اللعيبه الشباب البراعم اللي معانا النهارده اللاعب ادم واللاعب مصطفى وبتمنى التوفيق لكل الانديه الصغيره وكل الاكاديميات الكوره وربنا يكرمكم باذن الله ونسمع نادي الاتحاد المصري من الانديه الكبيره في الدرجه الاولى وبحب اشكر الساده الضيوف اللي كانوا معانا النهارده الكابتن محمود علي وشهرته الكابتن محمود شيكو تمام والكابتن محمد عوض الله ده شرف كبير يا كابتن والله يا كابتن اسلام شرف كبير لينا ان انا وبشكر الشباب وبشكر برضه كابتن جمال ابو صفيه كابتن حسام كمان لاعب منتخب مصر سابقا كابتن ايحاء ابو مكارم هما برضه وقفوا جنبي هما برضه اللي مبدئين الكوره تمام احنا بنشكركم جميعا وحاجه ثانيه واحد بشكر كابتن محمد عوض الله كابتن محمود شيكو برضه وقفوا معايا وتعبوا معايا ان شاء الله هنرفع راسهم باذن الله وبنشكركم يا جماعه وبنقول لكم انتظرونا في حلقه جديده من حلقات برنامج ابن حياتك الاسبوع القادم في نفس الميعاد سلام عليكم